صباح الخير مامي، كيفكن؟ اليوم حكينا عن الـ ADHD اللي هو هايبر اكتيف كيدز، أعراضه الرئيسية وأسبابه وإذا ما تعالج والأكل والعلاجات وكل شيء ممكن يخطر عبالنا بهيدا الموضوع. أول شيء منبلش بالأعراض الرئيسية يلي بتخلينا نعرف إنه هذا الولد عنده ADHD أو هو هايبر أكتيف كيدز. أول شيء مثل المعروف دايما إنه بيكون كتير الحركة كتير، بيكون ما بيقدر يقعد على الكرسي، بيضله طول ما إنه قاعد على الكرسي عم بهز عم بهز عم بهز، ما بيقدر يوقف او يهدى على كرسي. وبعدين كتير بيضلوا بيركض، بيتسلق شغلات، بيتصرف مواقف غير مناسبة باماكن غير مناسبة، تصرفاته غير متوقعة يعني. ودايما دايما في ملاحظة انه هو بيقاطع التانيين هني وعم يحكوا، بيتطفل عليهم يعني، دايما اذا حدا عم يحكي دايما بقطشه بيحكي حديثه هو يعني، او شو عم تعملوا شو في شو كذا، خصوصا لما يكونوا الكبار قاعدين. ما بيقدر يلعب بهدوء ابدا، دايما بيأذي حاله لانه ما بيقدر يلعب بهدوء، بيوقع بطبعا كنباية بهذا لانه ما بيقدر تو ستي ستيل. بعدين إذا كان قاعد بالصف فجأة بتلاقوه قام، يعني بكون قاعد على الكرسي فجأة بتلاقوه قام يتحرك من مطرحه لأنه هو ما قادر يقعد على كرسته بقى، يعني قعد دقيقة دقيقتين وخلص صار هو عم يتمشى بقى بالصف. حتى بالبيت يعني إذا بده يحضر تي في ما بيقدر يضله قاعد هيك بمطرح عم يحضر تي في، يعني بده يقوم يحوس يعمل 200 شغلة هو عم يحضر تي في. كمان ما بيقدر يضبط عواطفه أو يسيطر عليها أو يسيطر على أفكاره، وخصوصي ما بيقدر ينطر دوره، دغري بده يخلقه، ما في ينطر دوره أبدا. وهي بيلاقوها بالمدرسة إذا عم يلعبوا رياضة أو بيرفعوا إيدهم ليجاوبوا أسئلة أو إذا أمه عم بتحط الأكل، ما بيقدر ينطر دوره أبدا، دايما بدها تحط له الأكل أول شيء، التيتشر بدها تطلعه على اللوح أول واحد، بده يلعب باللعبة إنه عم يعملوا رياضة أول شيء، او ببلش يحوس يحوس وبيأذي. دايما كمان عنده صعوبة بالنوم، عنده مشاكل بالنوم طبيعي لانه عنده طاقة، وين بده يجي النوم هو ما قادر ينام، طاقته وين بده تروح، بقى عنده مشاكل بالنوم. كتير الاندفاع وبيصعب عليه الجلوس بهدوء، كتير الحركة وكتير الكلام. هيدي الـ ADHD بتجي للبنات وللصبيان، بس للصبيان منشوفها أكتر بفرط حركة، أما للبنات منشوفها بطريقة تشتت الانتباه، بضلن هيك سرحانين ما منتبهين منهم موجودين معك عقليا مش جسديا. اتنيناتهم عندهم إياها، الصبيان بتبين عليهم بطريقة مختلفة عن البنات. الأسباب تعولة ابدا، لانه هو منه ذكي او لانه امه عطته فاكسينيشن او تطعيم ام صار هو هايبر اكتيف او من التلفزيون، التلفزيون مثير ايه بس منه سبب، بحفز بس منه سبب، او اكل 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 لا ابدا. أسبابه هو من تدخين أمه هو وحامل بيعمل هايبر أكتيف، أمه تعرضت لمواد توكسيك مواد سامة، صبغة شعرة، دهنوا البيت، رشوا مبيدات حشرية، حيالله مواد سامة ممكن نلاقيها يعني. العمل الدماغي تاعه، العمل دماغه ما بيوصل المعلومات بسرعة، البرين فانكشن، وممكن على أكيد انه يكون وراثي،
بنسأل إذا حدا بالعيلة عنده علشان نعرف إذا وراثة الـ ADHD. إذا ما تعالج الـ ADHD بيعمل كتير مشاكل من هو صغير لحتى يصير هو كبير، وهو كبير مشاكله كتير أكبر. ممكن يبلش من فشل بالمدرسة لمشاكل جسدية لمشاكل بالشغل ليكبر لمشاكل مع القانون. لهالدرجة بيعمل مشاكل، بس هو شيء تقدروا تسيطروا عليه، كنترولبل، تقدروا تعملوا له كنترول. حابة أقول عن طريق أو طرق العلاج. ممكن طرق العلاج تكون كتير سهلة ولازم يخضع للعلاج. والولد يلي عنده ADHD أول شيء علاجات سلوكية، علاجات طبية، منهم بيلجأوا لياخدوا أدوية، منهم ما بيعوزوا، مجرد علاج سلوكي عند مختص بيقدي. والأهل أكيد الأهل دورهم بكل الاضطرابات عند الأطفال كتير مهم، أهم من المعالج الصراحة. لازم يعلموه الأهل كيف يسيطر على شعوره، كيف يعبر عن حاله، يعملوا معه جلسات استرخاء، يعملوا معه جلسات تنفس عميق، يعملوا جلسات الاسترخاء والتنفس العميق. خلوني أوقف عليها شوي على السريع، هيدي كتير مهمة، كتير مهمة. يقعدوا كلهم هيك مع بعضهم يعملوا جلسات تنفس، جلسات استرخاء. ما بيقدر هو يقعد معهم كتير، بس لازم يعلموه على التنفس، لأنه التنفس بزيد الأكسجين بالجسم، بيعلمه كيف يسترخي، بيعلمه كيف يقعد. لازم يستعملوا معه نظام المكافآت، إذا قعد لازم يعطوه هدية، إذا قطع المدرسة بسلام أسبوع لازم يعملوا له هدية. دايما نظام المكافآت. لازم يعملوا له نشاطات مختلفة خلال النهار عشان يفضي طاقته. ممكن ياخدوه بعد المدرسة على الجنينة، ممكن ياخدوه بالليل على الجنينة قبل ما ينام. وأنا إذا حتشوفوا من فيديوهاتي كتير بحب مرحلة ما قبل النوم، لأنه ممكن يقرأ أو يرسم أو يلون، بتفضي الطاقة اللي عنده قبل ما ينام وبتصفي ذهنه. مشان هيك مرحلة قبل النوم كتير مهمة للولد. وبدنا نجنبه الشاشات والأجهزة الإلكترونية، لأنه بتحفز الدماغ، بتخليه يضله مشغول مشغول مشغول. نحن ما بدنا اياه يضل مشغول، نحن بدنا اياه يهدى ويروق علشان يقدر ينام. بقى بفضل انه يفضي طاقته بعد الظهر وعشية، القراية والرسم قبل النوم بتخفف له شوي الحركة عنده. كمان بدنا ننتبه له يا ماميز على الأكل، الأكل اللي فيه ألوان، ما بدي أذكر ماركات، بس كل شي صغير وملون، حبوب، المية اللي بتكون سكر، هيدا سم على الحل، الحلويات، السويتس، المشروبات يلي بتكون بعلب، حتى لو عصير، يلي بتكون بالعلب انسوها كلها. يعني كل شي فيه مواد حافظة، كل شي فيه سكر، كل شي فيه كافيين. كافيين موجود بالبيبسي والمواد الغازية، بقى كافيين كمان. الجبنة المدهونة يلي بتندهن كمان هيدي ما في ياكلها. منحفز الأهل إنه يطعموه بيض، سنمون، موز، سبانخ، كثير بيساعد. وإن شاء الله يكون عندي أجوبة لكل أسئلتكم. شو ما بدكم سؤال حطوا لي تحت بالكومنت وأنا حجاوب عليكم. طولت عليكم هالمرة الفيديو، بس موضوع كان كتير مهم.